السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا سابع يا ثامن؟ وصلنا معاكم يا مس في مادة التاريخ إلى الدرس الرابع. طبعا في الوحدة الثالثة بتتحدث عن المظاهر، بتتحدث عن المظاهر الحضارية الدولة العباسية، وبتحدث عن الغزو المغولي. اليوم يا مس وصلنا للغزو المغولي وكيف أن ضعف الدولة العباسية وانقسامها إلى دويلات، طبعا بعضها تابع للحكم العباسي وبعضها غير تابع وغير معترف بالخلافة العباسية. هذا الانقسام، هذا الضعف أدى إلى طبعا طمع قوى خارجية في الدولة العباسية، ومن هؤلاء القوى الخارجية هم المغول، وهم عبارة عن قبائل، مجتمع قبلي رعوي همجي، طبعا مجتمع له طابع قبلي، كان يعيش في آسيا الوسطى، في أواسط آسيا شمال الصين، زي ما أنتوا شايفين هنا شمال الصين كانوا موجودين المغول في منطقة تسمى منغوليا. طبعا كانوا يعيشون في طابع قبلي، طابع رعوي، يتنقلون من مكان إلى آخر، السيادة لقائدهم رئيس القبيلة، كانوا يعبدون الكواكب، وطبعا دائما حياتهم حرب ونهب وسلب وطبعا ونزاعات. طبعا تطلعوا إلى المغول عندما أقاموا لهم إمبراطورية في شمال الصين وهي في منغوليا، تمكنوا من إنشاء هذه الإمبراطورية وتقويتها، بدأوا يطمعوا بالسيطرة على مناطق جديدة، فتطلعوا إلى الدولة العباسية. نتيجة لضعف الدولة العباسية وانقسامها إلى دويلات في المشرق الإسلامي. الآن المغول زي ما أنتم بتعرفوا كانوا موجودين في شمال الصين، هنا في شكل 4 إلى 15 خريطة تبين دولة المغول. دولة المغول هنا تمكنوا من إنشاء إمبراطورية المغول في شمال الصين، تطلعوا إلى الغرب إلى المشرق العربي وحيثما توجد الدولة العباسية من أجل السيطرة على أراضي هناك. وتمكن فعلا القائد هولاكو المغولي من السيطرة على بلاد فارس إيران، تمكن أنه يسيطر على إيران هولاكو بلاد فارس. طبعا قديما كان اسمها بلاد فارس إيران، هو اسمها في الوقت الحاضر. الآن كانت الفرصة مناسبة أنه يخضع الدولة العباسية ويحتل بغداد، لأنه كانت الدولة العباسية في أوج ضعفها، وكان طبعا خليفة الدولة العباسية، الخليفة العباسي في بغداد كان اسمه المستعصم بالله. الآن بعد ما سيطروا على إيران بدأوا يتطلعون إلى السيطرة على العراق، زي ما أنتم شايفين أولا هم سيطروا على بلاد فارس إيران، ثم بدأوا يتطلعون إلى السيطرة على العراق، وفعلا تمكنوا من السيطرة على العراق سنة 656 هجري، تمكنوا من دخول بغداد ورفعوا رايات المغول على أسفارها، وقتلوا آخر الخلفاء العباسيين في بغداد وهو المستعصم بالله. طبعا قاموا بأعمال وحشية همجية، طبعا لا تمس للإنسانية بأي صلة، حيث قاموا بنهب أموال الناس، قاموا بقتل الناس، و استقصدوا بالقتل قتل رجال العلم وأئمة المساجد، قتلوا المفكرين العلماء الأدباء الشعراء،
قاموا أيضا بإحراق مكتبة بغداد، وهي مكتبة أنشأها الخليفة العباسي هارون الرشيد، كانت تضم المعاجم والعلوم والكتب الأدبية والعلمية، يعني تراث علمي أو مخزون علمي أكثر من 600 سنة. قاموا بإحراق الكتب ورميها في نهري دجلة والفرات، حتى يقال أنه تحول نهر أو لون مياه نهر دجلة والفرات إلى اللون الأسود نتيجة لحبر الكتب الموجود في الكتب، فقد قاموا برمي الكتب في نهر دجلة والفرات. طبعا هذا تاريخ مؤلم وحزين اللي وصلت إليه الدولة العباسية في آخر طبعا آخر فترتها، يعني وحكمها في الدولة أو في المنطقة منطقة المشرق الإسلامي. الأشياء المهمة المطلوبة منكم، أولا نعرف المغول، من هم المغول؟ عرف المغول. هم قبائل رعوية ذات طابع قبلي كانت تعيش في آسيا الوسطى، ونظامهم قائم على طاعة رؤسائهم، يعبدون الكواكب ويميلون إلى الحرب والسلب والنهب. أيضا علل توجهت أنظار المغول غربا نحو الدولة العباسية. علل توجهت أنظار المغول غربا نحو الدولة العباسية، السبب واحد، الضعف الذي كانت تعيشه الدولة العباسية. 2، انقسامها إلى دويلات إسلامية في المشرق الإسلامي. أيضا في عنا سؤال، من هو هولاكو؟ هولاكو هو قائد مغولي تمكن من السيطرة، قائد مغولي تمكن من السيطرة على بلاد فارس، وكانت الفرصة مناسبة له لإخضاع الدولة العباسية واحتلال بغداد، وتمكن فعلا من إخضاع بغداد سنة 656 هجري. إذا متى دخل المغول بغداد؟ 656 هجري. ماذا فعل المغول في بغداد؟ ماذا فعل المغول في بغداد؟ أولا رفعت رايات المغول على أسوارها. 2، قتلوا الخليفة العباسي المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين، وأيضا قاموا بسلب أموال الناس وقتل رجال العلم وأئمة المساجد. نقرأ النص التاريخي للهمذاني جامع التواريخ، وقد أعمل جند المغول السيف في رقاب أهل بغداد 40 يوما، سلبوا فيها أموالهم وأهلكوا كثيرا من رجال العلم، وقتلوا أئمة المساجد، وعاثوا فيها فسادا، وهدموا مساجدها، وأتلفوا كتبها القيمة. صف معاملة المغول لأهل بغداد بعد دخولها. أولا قاموا بسلب أموالهم، سلبوا أموالهم. 2، قتلوا رجال العلم. 3، قتلوا أئمة المساجد. وهيك مس بنكون وصلنا ل طبعا نصف الدرس، والمرة القادمة نكمل الدرس أو نستكمل الدرس، ويعطيكم العافية.